اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشرة. سعداء دائما بالطاقات الشبابية التي تعمل دائما من اجل بناء السودان ومن اجل تعزيز الطاقة الايجابية وعديد من المشروعات، ودائما الشباب هم قلب المجتمع النابض والقوة القادمة التي ستبني هذا الوطن الحبيب السودان. نعم، وتكون جسر للتواصل والمحبة وجسر أيضا للتنمية وجسر التفاعل من خلال التغيير الكبير حول عدد من منظمات المجتمع المدني والمراكز الخدمية اللي ممكن تقدم المساعدة والمساندة للمواطن السوداني أينما كان وأينما حل. في هذه المرة نحن من داخل مركز جسر اللي ممكن يقدم خدمة كبيرة جدا لمجتمع السودان عبر عضويته نضال أحمد. احنا بنحييك ونقول لك صباح الخير عليك. اهلا بك. اهلا بك. طيب انا حابب معاك من حته غريبه شويه، اللي هو ما بين مركز ومنظمه، احنا وقفنا في الاسم ده كتير، فكده بيبين لنا الحته دي، هي منظمه جسر ولا مركز جسر؟ وده بيكون انطلاق عشان ما نتعرف احنا اكثر كتقدمه ويعرف كل الناس على المسمى جسر للتنميه. تمام. هو مركز ثقافي شبابي، هو منظمه بتاعت مجتمع مدني، لكن في الوقت ده زي ما قلت لك قبل شويه كنا بنتناقش انه يعني كان في مشاكل بتاعه تسجيل المنظمات والمراكز وكده، لكن هو منظمه شغاله في الحقل بتاع المجتمع المدني. جسر تكون في 2009 نتيجه لنقاشات بتاعه شباب وشابات كانوا ناشطين في مجالات مختلفه، في مجالات التنميه، في مجالات حقوق الانسان، تعزيز الديمقراطيه، وكثير من المجالات الغيرة. فانطلق في الوقت ذاك نتيجة للجهود شبابية بحتة يعني في 2009. نعم، ممتاز. يعني أنا بقول إنه هو ده مجهود كبير جدا للشباب كونه بدأ 2009، بدأ بدري جدا، فبالتأكيد هو عنده نقاط وعنده أجندة وعنده حاجات كده تحفيزية لدعم المجتمع. لكن في البداية خلينا نتكلم عن شكل العضوية ذاتها، يعني هي مختصرة فقط على الشباب ولا ممكن تقبل أي فئة عمرية؟ لا أي سؤال مهم جدا. فعليا هو يعني نحن في اجندتنا انه احنا مركزين على الشباب بصوره اكبر، لكن فعليا جسر يعني بابه فاتح لعضويه اي زول. بعد ذاك لاحقا عندنا يعني بوابه بتاعت يعني نقدر نقول تطوع، تعلم مدني وغيره من الحاجات، لكن جسر يعني صديقة، بيئة صديقة للشباب، بيئة صديقة للنساء، هي فاتحة عموما لكل الناس. ما هي طالما جسر معناه جسر، الجسر ده حاجة كبيرة جدا، أيوة. حاجة ممتدة. ممتدة دائما، صحيح؟ أيوة. جميل. طيب على مدى السنوات اللي كانت جسر تبت فيها هذا الجسر الفعلي للتواصل، أبرز الإنجازات اللي كانت موجودة على أرض الواقع؟ نحن مركزين على أهداف استراتيجية نقدر نقول واضحة وشغالين عليها، اللي هو بناء قدرات الشباب، مركزين على يعني تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، على الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية، وإنه كيف نقدر يعني نشرك الشباب في صنع القرار. ومن ابرز الحاجات اللي احنا شغالين عليها، شغالين في مشاريع كثيره شديد، لكن بما انه احنا تكلمنا عن الوضع الهسه ده فنقدر نقول انه يعني نفير، لو الناس يعني عندها بها خبر، وهسه نفير شغاله شغل عظيم جدا. نفير من اتكونت في 2013، يعني جسر كان فاتح عليها ابوابه في الوقت ذاك، كان اول انطلاقه لنفير كان من مركز جسر التنميه في الوقت ذاك، ولحد هسه جسر يعني قاعد تفتح ابواب لمبادرات شبابيه مختلفه وكثيره جدا. طيب احنا حنفند الكلام ده كده واحد واحد، وحنجيب في بناء قدرات الشباب، دي واحده من المشروعات المهمه جدا، لانه الشباب اذا هم احنا ما بنينا قدراتهم ما حيكون التغيير المطلوب اللي احنا دايرينه. بناء القدرات دي ذاته محتاجه لتدريب، منو بيدرب الشباب؟ منو مسؤول من تدريب الشباب ده في بناء القدرات؟ تمام. في المنظمة أو في المركز؟ تمام. بناء القدرات نحن شغالين يعني على مشاريع مختلفة، أهم المشاريع اللي نحن شغالين عليها مشروع القيادات السودانية الشابة. المشروع ده بالشراكة مع مؤسسة فريدريش آيبرت. المشروع ده قاعد يدرب 30 شاب وشابة على حاجات كثيرة جدا، حاجات معرفية وحاجات مهاراتية.
مختلفة، يعني بيكسبهم القدرات اللي ممكن تخليهم يندمجوا ويدمجوا قضاياهم في المجتمع المحلي، ويقدروا يكونوا مؤثرين في صنع القرار يعني لقدام. وزي ما قلنا إنه الشباب، زي ما قلت أنتوا، إنه الشباب هم يعني مؤثرين بشكل كبير في عملية التغيير. ده مشروع واحد. المشروع الثاني مشروع القيادات النسوية الشابة. المشروع ده قاعد يدرب 60 شابة تحديدا مسلطة الضوء على النساء بالتحديد، برضو قاعد يبني قدرات النساء بشكل مختلف في حاجات كثيرة مختلفة، في مواضيع المناصرة، في القرار 1325 عن الأمن والإشراك المرأة في الأمن والسلام، عن كيف إنهم يدمجوا أو يندمجوا في مجتمعاتهم بشكل كبير ويقدروا يحركوا مجتمعاتهم ويسلطوا الضوء على المشاكل اللي بتواجههم. فيها مشروع ثاني وهو مشروع مختلف تماما، ده مشروع اسمه فرص متساوية. المشروع ده تحديدا يعني موجه لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم تحديدا، يعني المركز كان وهسي بيطور في المشروع، يعني المشروع ان شاء الله هيبدأ من اول وجديد. المشروع يعني للصم تحديدا اللي هو يبني قدرات الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقدر يلقى لهم فرص كبيرة جدا في المجتمع المدني، ويقدروا يكونوا مشاركين في صنع القرار، ويقدروا يكونوا قادرين يحركوا المجتمعات اللي هم فيها. آخر مشروع، المشروع الأخير هو يعني هسي نحن يعني برضو موافقين على صدق شغالين عليه ومركزين على اللي هو مشروع بتاع تعزيز الديمقراطية في المجتمع المدني، وده كان بالشراكة مع USAID الأمريكية، وكنا شغالين فيه عن الحملات، عن التخطيط الاستراتيجي، عن تفاصيل كثيرة شديد بتهم المجتمع المدني، بتهم الشباب، وبتهم المجتمع عموما. المشاريع دي يعني بأفكارها بطرق التخطيط لها هي مشاريع كبيرة جدا، والغاية والأهداف اللي حنصل لها من خلالها برضه غايات سامية وأهداف برضه كبيرة إنجازت العبارة. هذا خلينا أتسأل عن الداعمين في المقام الأول لمشروعات زي دي. ده بخلينا برضه نتكلم عن العلاقات بصورة عامة، التشبيك والتشابك والتنسيق مع أجسام أخرى، مع منظمات أخرى، مع مراكز أخرى بالنسبة لجسر للتنمية، الشراكة ومسألة الدعم. جسر مشبك مع منظمات كثيرة جدا، سواء كانت يعني مؤسسات عالمية ولا كانت منظمات إقليمية ولا منظمات وطنية في السودان. زي ما قلت يعني مشروع القيادات السودانية الشابة هو يعني بالشراكة مع فريدريش يعني منظمة ألمانية. الشراكة حسب المشروع ولا في دعم أصلا للمركز بصورة عامة لأهداف مشتركة مثلا؟ يعني نقدر نقول انه يعني عندنا اهدافنا المشتركه اللي شغالين عليها. في مثلا واحده من الاهداف بناء قدرات الشباب عموما وصياغه سياسات عامه للشباب بشكل عام. ليتر بنجي لموضوع الدعم للمشاريع المحدده، يعني ما شراكتنا بين المؤسسات ما موضوع الدعم بس، لا ما عندنا شراكات ثانيه اللي هي عندها علاقه باهدافنا الكبيره اللي بتجمعنا كلنا يعني عموما. جسر مشبك مع مؤسسات او يعني مراكز شبابيه اقليميه في ولايات السودان المختلفه، شغال في ولايات السودان عموما، يعني نحن ما قاعدين في الخرطوم بس، لا جسر شغال في الشريك، جسر شغال في الشماليه، شغاله في دارفور، جسر شغال في مناطق مختلفه. تخطيط الولايات انا بفتكر انها هي دي من الحياة المهمه جدا، لانه الدعم في الولايات هو الانجح والاكبر والحوجه اكثر في ولايات السودان. تعزيز الديمقراطيه واحد من النقاط الموجوده في مركز جسر. خلينا نتكلم برضو عن احتكاك الشباب في الحراك الثوري، في فهمهم برضو للتغيير، للراهن السياسي الموجود الآن من خلال تعزيز الديمقراطية، ومن خلال أيضا استقطاب الشباب في التغيير إلى الأفضل. يعني طالما هو جسر يوقف في حياة كثيرة داعمة، لابد منها برضو تتدخل في الحاجة دي. كان تدخلك كيف بالنسبة للشباب؟ تدخل جسر هو يعني نقدر نقول تدخل كان إيجابي، ويعني عنده بصمته الواضحة شديد في المجتمع.
الشباب اللي هم في الحراك جزء يعني ما انا ما حقدر اقول جزء كبير منهم، لكن يعني جزء اكبر هم يعني عندهم علاقه بجسر، سواء كان يتدربوا في جسر او يتطوعوا في جسر او اشتغلوا مع جسر في مشاريع مختلفه. عموما جسر اشتغلت مع الشباب عشان يعني يصلوا مرحله التغيير ويصلوا مرحله الديمقراطيه من زمان شديد، يعني في التوعيه بقضايا حقوق الانسان وتسليط الضوء على قضايا السلام، قضايا التنميه، قضايا الديمقراطيه زي ما قلنا. الحاجات دي جسر شغاله عليها من زمان شديد، وكان حصاد جسر واضح شديد في موضوع التغيير اللي حصل في السودان، وان شاء الله نقدر نواصل ان شاء الله. يعني برضو الحاجه دي طالما في تغيير في مشروعات من 2009 ده بيخلينا نسال عن عدد العضويه برضو، وحتى الباب مفتوح لانه العضويه تزيد. ايوه باب العضويه مفتوح لانه الناس تجي تتطوع. واحده من الحاجات المركزين عليها برضو الموضوع بتاع التعلم المدني اللي هو نقل الخبرات المختلفه من جيل لجيل من حقبه لحقبه، اللي هو بيجي عن طريق التطوع، عن طريق فتح فرص بتاع التدريب، عن طريق منتديات بتاع نقاش، عن طريق ندوات بيعمل المركز، عن طريق حاجات كثيره شديد هو يعني قاعد يعني شغال عليها المركز. انا داير اركز وارجع بك مره ثانيه عشان ما نتكلم عن القيادات النسويه، يعتبر واحد من المشروعات المهمه جدا والالتفات للمراه بصوره عامه ولتنميه قدراتها امر مهم جدا، وخلينا نقول انه ده واجب مشترك المفروض كل الناس تتفاعل فيه. صح. اليه العمل في المشروع وليوين حاسين انه والله محتاجين يكون فيه تطوير اكثر، ولا حاسين لا راضين عنه تماما تحديدا في جانب تطوير المهارات، في جانب صنع قياده نسويه حكيمه راشده قادره بقوه انها تقود هذا التغيير وتساهم في مسيره البناء والتعمير للسودان؟ المشروع هو هسي قيد التطوير عشان ما نصل لانه نكون راضيين تمام الرضا عن المشروع بشكل كامل. يعني المشروع درب زي ما قلت لك 60 شابه و60 ده ما عدد هي هو العدد. ايوه المشروع كان يعني مركز على النساء او الشابات الفاعلات في احزابهم، النساء الفاعلات في العمل العام بشكل مختلف في كل التفاصيل المختلفة. سلط الضوء على قضاياهم وإنه كيف يقدروا يعني يحركوا المجتمع تجاه قضايا النساء بشكل عام. وبرضو اشتغل على القرار 1325 زي ما نحن هسي يعني عارفين انه التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية السلام وكذا. المركز كان شغال في موضوع النساء في القرار 1325، اشراك المرأة في الامن والسلم وكذا. اما فيما يخص تمكين النساء بشكل عام، المركز هو يعني بيئة نقدر نقول صالحة تماما للنساء. يعني في المركز نحن المنظمة الأولى اللي كان عندنا لائحة بتاع التحرش بتمنع التحرش في أماكن العمل بشكل واضح، يعني لائحة نقدر نقول مفصلة أو مفندة بشكل واضح عن التحرش. المركز في كل اختياراته تحت المشروع قاعد يراعي للنوع والجندر سنسيتيف بشكل كبير شديد، يعني سواء كان في فرص التطوع، سواء كان في اختيار يعني اختيار المشروع في القيادات السودانية الشابة، أو سواء كان زي ما قلت في قيادات النسوية الشابة. المركز برضو يعني قاعد يراعي إجازات الأمومة، الإجازات بشكل مختلف للنساء الطبيعية للنساء. طيب ده يعني بالنسبة ما يخص الأمومة والحاجات الطبيعية اللي بتحصل للأم، لكن برضو في جانب آخر من النساء ما يعني ما عنده مسؤولية بتمنع من المشاركات يعني. فخلينا نتكلم عن شكل التجاوب برضو بالنسبة للمرأة، لأنه دائما نحن في مجتمع جديد مغاير دارين نقول إن المرأة دي قادرة تعمل أي حاجة وقادرة تكون في أي مكان. نعم. التجاوب بيكون كيف؟ وأنا أضيف أيضا أنت ذكرت إنه العدد 60 يعني كأنه أنا ما لمست إنه للرضا، لكن انا عاوز انه يكون في انفتاح اكبر على كل النساء في المجتمع وهم يستحقوا كده يعني. ايوه بالضبط كده، احنا يعني بنستحق اكبر من كده بكثير شديد يعني. لكن يعني في الوقت ذاك اللي تم فيه المشروع كان في قبضه امنيه كبيره شديد، يعني انتم عارفينها قبل اسقاط النظام.
كان في مشاكل عندها علاقة بالموارد، حاجات كثيرة شديد. ففي الوقت اللي تعمل فيه المشروع يعني 60 ده كان عدد ممتاز جدا يعني في الوقت ذاك، لكن ما حنقف عليه تدريب النساء في 60 شابة في مشروع القيادات النسوية، لا لازم تكون في زيادة. اي المشروع يعني مشروع قيادات سودانية ده المشروع قاعد يكون فيه 30 مشارك، ال 30 مشارك فيه يعني عدد النساء اكبر. او احنا دائما يعني قاعد نقول ملف النساء قاعد يكون كبير في كل المشروعات، اسم النساء وتحدي النساء. ايوه داير اجيب برضه في المركز، وطالما في تدريب للكادر النسائي في هذا المركز او في هذه المنظمه عن مفهوم الحريه، لانه احنا لاحظنا انه في الايام الفائته وفي الشهور الفائته في ناس ما قادره توظف الحريه صح، خصوصا المراه. في تدريب في الجانب ده في مفهوم الحريه بالنسبه للمراه؟ نحن شغالين عموما في موضوع الـ يعني في موضوع الـ 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 يعني ازاله التمييز بتاع النوع في المجتمع، يعني عموما الجندر زي ما قاعدين يعني يتقال، شغالين على موضوع ازاله التمييز الايجابي او يعني التمييز السلبي ما بين النساء والرجال في التفاصيل دي، شغالين على انه يعني مواضيع الحريه دي، ما هي الحريه دي بيختلف السياق حقها والتعريف حقها. انت هسه قلتي انه توظيفه فيه خلل مش عند البعض، احنا دائما بنركز على كلمه بعض عند البعض عشان ما نشمل كل فلكن المركز شغال على انه يطور وينمي من قدرات النساء بشكل كبير شديد، يعني سواء كان في يرفع من وعيهم تجاه انفسهم، تجاه دورهم في المجتمع، تجاه انه احنا قادرين انه نصنع تغيير كنساء، انه احنا قادرين نكون صنع للقرار كنساء، نحن قادرين نكون مشاركين او مشاركات فعالات في المجتمع عموما. يعني فالمركز شغال على الحاجات دي بحساسيه المفاهيم اي بحساسيه عاليه تجاه النوع بشكل كبير شديد. طيب خلينا نختتم في ختام حوارنا، نتيح دائما المجال للرسائل ولكلمات اخيره تشمل المشروعات، وانا ما ادري خلاص ما ادري ندير الموضوع، خلينا نتكلم عن الكلمه الاخيره للمشروعات بسرعه. كلمه اخيره للمشروعات، نحن يعني شغالين على المشروعات، حنفتح باب المشاريع في الايام الجايه ان شاء الله، يعني ما في اي عوائق او صعوبات، كلها مذلله تماما. لا في عوائق وصعوبات، يعني احنا ما السودان ده انتوا بس عشان اصل الاستوديو واصل لكم في ساعتين، ففي عوائق وصعوبات اكيد يعني، لكن احنا شغالين على انه نعيد يعني اعاده صياغه المشاريع ذاتها بما يعني بما انه يواكب التغيرات اللي حصلت في السودان بشكل عام، وانه كيف نقدر نحلل البيئه الداخليه والخارجيه لنا في المشروع او لنا في المركز عموما، يعني يعني في الوقت في الوقت الجاي لقدام. المركز يعني فاتح لكل المبادرات الشابة، المركز برضو فاتح باب العضوية لكل الناس اللي حابين ينضموا له. المركز مقره في العمارات شارع 37 جنب مستشفى الأطباء، يعني دول وصل الشارع ده هو اوريدي بيكون وصل المركز، فإن شاء الله تشرفونا وتنورونا وتشرفونا كل الشباب ان شاء الله. انت برضه تشرفينا مره ثانيه وتورينا وصلتوا لوين يعني في المشروعات الكبيره الداعمه للمجتمع السوداني. المره الجايه منى سؤالها حيكون عن الرقم بتاع القيادات النسويه وصل كم؟ ان شاء الله. لا حنكون مشينا كبير شديد، حنكون اشتغلنا في ولايات راضين يعني. لا حنكون اشتغلنا في ولايات كثيره مختلفه ان شاء الله. ان شاء الله تمنيت التوفيق والسداد لكم. شكرا لحضورك عبر هذا الصباح الباهي صباح الشروق، حنتواصل بالتاكيد من خلال فقراتنا تحت الساعه الاولى، فاصل ونعود.